الدولة التركية، أي أن الدولة فقط تراعي الأمن، القضاء والدفاع، وكل شيء آخر يتم تدبيره من طرف القطاع الخاص. ولكن جاتنا في القرن العشرين مجموعة من الأزمات نتيجة لارتفاع الإنتاج والتراجع في السلاح، واللي طرح لنا مجموعة من الأزمات، وكذلك كانت عندنا في المقابل ثورات في تلك اللحظة، والمد ما يسمى بالمد الاشتراكي في ذلك اللحظة، مما طرح على الدول الرأسمالية في تلك اللحظة مجموعة من المراجعات، واللي تفرضت بشكل مباشر في بعد الأزمة ديال 1926 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إضافة ما يسمى بالدولة الكينزية نتيجة الرجوع للكينز من أجل إيقاد النظام الرأسمالي من الفشل، وهو ما عطانا ما يسمى بدولة الرفاه، واللي ساهم في توسيع ديال الطبقة المتوسطة، وعطى واحد التوازن ما بين الطبقة اللي صنعته الطبقة المتوسطة ما بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية في تلك اللحظة. ولكن هذا بعد ما أن تم الاستقرار في ما يسمى بدولة الرفاه، انتقلنا بعد ذلك الرجوع للنظام الرأسمالي الكلاسيكي اللي رجعنا ليه من جديد في بداية السبعينات والثمانينات، واللي عطانا واحد الرجوع الليبرالية المتوحشة، وكذلك اللي تمناه في ذلك اللحظة البنك الدولي، وهذا كان عنده واحد انعكاسات على المغرب، وخاصة سنة 1983 مع ما يسمى بالتقويم الهيكلي، واللي شجع الخصوصة بشكل كبير وضرب القطاع العام داخل المجتمع المغربي، واللي كان عنده انعكاسات سلبية وخطيرة على المجتمع المغربي. وهذه الامتدادات ديال التقويم الهيكلي بقى كيعرفها المغرب لحدود اللحظة، لذلك دائما ما نطرح أي النموذج التنموي نريد، أي النموذج التنموي التي كانت تسعى إليه الدولة المغربية منذ البداية، هو النموذج التنموي أن الدولة ترفع يدها على القطاع العام، وهذا هو اللي كانت كتدافع عليه الدولة منذ سنة 1983. ولكن فقط بسبب مجموعة من الحركات الاحتجاجية وسبب المعارضة اللي كانت قوية في تلك اللحظة، كانت كتأخر هذه السيطرة ديال القطاع الخاص على كل القطاعات. لذلك مثلا الاحتجاجات اللي كانت عرفتها سنة 1984، الاحتجاجات اللي كانت سنة 1990، وكذلك الظهور ديال حركة 20 فبراير سنة 2011 والوضع الإقليمي، هو اللي خلى لنا تراجعات تعرفهم تراجعات ديال أن القطاع الخاص ما يسيطرش على القطاع العام بشكل كلي. وهذا الشيء نتيجة مجموعة من تواجد مجموعة من المقاومة داخل المجتمع المغربي اللي كان كيتواجد فيها اليسار المغربي، وكيتواجد فيها مجموعة من النقابات اللي كانت كتعتبر قوية في تلك اللحظة كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، اللي كانت دائما كتحاول أنها تحبط ذاك المساعي ديال الدولة المغربية أنها تخصص كل القطاعات. وهنا فاش غنطرحوا السؤال، اي نموذج تنموي نريد؟ واش المدخل ديالو غيكون اقتصادي ام سياسي؟ هنا بالنسبه لنا كحزب الشراكه الموحد كنشوفوا ان الاختيار اختيار سياسي، اولا كيقوم على الديمقراطيه الحقيقيه والشامله مفهومها الكوني، ولا بغينا نهضروا على الديمقراطيه في المجتمع كمجتمع مغربي، اذا خصنا نهضروا على الديمقراطيه داخل الملكيه. لذلك نحن نتحدث عن الملكيه البرلمانيه اللي كتقوم على فصل حقيقي للسلطات، أن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كل سلطة هي عندها واحد الفصل كتعرف واحد الفصل حقيقي ديال السلطة بيناتها. إذا كيتطرح علينا كمجتمع مغربي أننا نفكروا في واحد نموذج تنموي حقيقي اللي كيتبنى على اختيار سياسي حقيقي. ولكننا كنهضروا على المغرب في اللحظة الراهنة، وكنقولوا أننا كيفاش يمكننا نقدوا المجتمع المغربي، وكيفاش ننقذوا الدولة المغربية من السكسة القلبية اللي مثلا حنا كنقولوا أننا غاديين ليها. أولا نحتاج في هذه الفترة إلى مصالحة وطنية حقيقية بين كل أطياف الشعب المغربي، واللي ما غتقوم وبين مجموعة من المناطق في المغرب والدول المغربية، واللي ما غتقومش
بدون إطلاق حق كل كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وعلى رأسهم المعتقلين ديال حراك الريف، وعلى رأسهم المعتقلين ديال الحراك الجرادة، لأن ما يمكنناش أن ننظر على مصالحة وطنية وعلى إرجاع اعتقال الشباب في الممارسة السياسية. وكنشوفوا أن شباب بسيط وشباب خرج للشارع يطالب بمطالب بسيطة كمستشفيات كجامعات، شنو كان الجزاء ديالو؟ هو 20 سنة 15 سنة في السجون. لأن باش كنشوفوا لا سواء ناصر الزجافي ورفاقه، لا سواء جلو، لا سواء مجموعة من الناس اللي كانوا خرجوا الاحتجاجات، وما مغاربة بسطاء خرجوا فقط للاحتجاج ومطالب اجتماعية بسيطة، هي ماشي حتى مطالب سياسية، ما بغاو يسقطوا النظام، ما بغاو تغيير في الأنظمة، فقط مطالب جد بسيطة. وكان الجزاء ديالهم هو الرمي في السجون. إذا كنا كنهضروا على مصالحة وطنية، وكنهضروا على أننا نريد إنقاذ المجتمع المغربي، نريد إنقاذ الدول المغربية، وهذه الأزمة الاجتماعية يمكن لها تنفجر في أي لحظة، إذا ما يمكنش أننا نمروا بدون إطلاق كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط، لأن هذا أول مطلب أصبح الشارع المغربي كيطالب به والكل يردده الآن، هو إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، وهو الشرط الأول من أجل المصالحة ومن أجل الممارسة السياسية حقيقية، من أجل إرجاع ثقة الشباب في الممارسة السياسية، لأن بدون هذا الشرط ما يمكنش أن نضرو على ممارسة سياسية، وما يمكنش نضرو أن الشباب يثق في الأحزاب السياسية، وما يمكنش نضرو على أن الشباب يقدر يكون عنده الجرأة أنه يجي يمارس السياسة، لأن بالنسبة له السياسة تساوي السجن، تساوي المعتقل، تساوي سنوات وسنوات من العمر ديالو في الظلام. كما أشرت أيضا ثاني هو واحد الإصلاح دستوري وسياسي غتكون المدخل ديالو هي الملكية البرلمانية والمفهومة الكونية اللي كتقوم على فصل السلطات. ثالثا إلا أردنا أننا نهضرو على واحد النموذج تنموي حقيقي، وأننا نهضرو على أننا نريد تغيير حقيقي ونريد تطور داخل المجتمع المغربي، إذا خصنا ندافعو على الاستقلالية ديال القضاء، لأن القضاء المغربي لا زال غير مستقل، لأن كيتجلى وبشكل واضح في الأحكام اللي عرفوها نرجع للمعتقلين، لأن كانت أحكام عبارة عن أحكام مباشرة من طرف النظام، لأن هنا ما كنشوفوش أن القضاء كان عنده واحد السلطة مستقلة وكان عنده واحد القرار ديالو أنه يراعي المشاكل ويراعي الظرفية ديال ذوك المعتقلين والظرفية ديال النشطاء ديال الحراك الريف أو حراك الجرادة الشمولية ديالهم. إذا كان هو قرار ديال الدولة باش أن الإيقاف الزحف وإيقاف الامتداد ديال الحركات الاحتجاجية في مناطق أخرى من المغرب كان خصو يكون عنده واحد الرد، رد صارم ورد مثلا قمعي. لذلك كان داك تلك الأحكام القاسية اللي خلات أن مجموعة من الناس الآخرين، مجموعة من المناطق أنها تراجع في الاحتجاجات ديالها. إذا أنك يتضح لنا أننا ما زلنا نعاني من أن القضاء غير مستقل، وأن القضاء مازال كيتلقى كما كنا نسميه بقضاء التليفونات. رابعا كنا كنهضروا على واحد النموذج تنموي حقيقي، وأننا كنفكروا في التطوير ديال البلاد ديالنا المغرب. إذا خصنا نهضروا على الشفافية وعلى الوضوح، وعلى أننا نتفادوا لغة ما يسمى بلغة الخشب، أي أننا نكون صراحة مع الشعب المغربي، وأننا نعبر بكل طلاقة وبكل حرية، أننا نقول له لأن من يحب شعبه ومن يحب وطنه يقول الحقيقة. وكما قال الشهيد مهدي بن بركة أن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة. لذلك خصنا نكونوا قادرين على أننا نرفعوا السرية مثلا على المصاريف، ونكونوا قادرين على أننا نمشيو في قانون حول اغتناء غير المشروع، أي السؤال من أين لك هذا؟ لأن ماشي وزير كيدخل مثلا 10 مليون ولا 5 مليون كيخرج ب 100 مليار، وما كنقدروش أننا نقولوا له من أين لك هذا، وما كنقدروش نحركوا المسطرة القانونية، فقط كيكشف على باش دخل وباش خرج، ولكن ما يمكنناش نحركوا المسطرة القانونية بالضبط، ولا نقولوا له من أين لك هذا. وهذا الشيء كيشجع عاوتاني على النفور ديال الشباب من العمل السياسي، لأن فاش كنهضروا على نفور الشباب من العمل السياسي خصنا نقربوه من كل الأبعاد، باش نكونوا قادرين أننا نفهموا علاش هاد الشباب نفر من العمل السياسي، علاش هاد الشباب مابقاش كيمارس السياسة. هاد الشيء هاد الرأس ديالنا خصنا نطرحوه على دوادنا كتنظيمات سياسية وكتنظيمات شبابية، باش أننا نردو الشباب الثقة في العمل السياسي، لأن الشباب ما جاش
ونفر من الأحزاب. نحن نؤمن بأن العمل المؤسس هو العمل الحقيقي والعمل الذي سينقذ المغرب من الأزمة القادمة، ولكن سنطرحه على دوتنا كتنظيمات علاش هاد الشباب نفر من العمل السياسي، ونكونوا صارمين في الإجابة، ونكونوا كنأمنوا بالنقد والنقد الذاتي، ونشوفوا الأخطاء اللي كنا ارتكبنا وعلاش خلينا الشباب أنه ينفر من العمل السياسي وأنه ما بقاش كيأمن بالمؤسسات. هذا مفروض علينا أننا نبحثوا على الإجابات ديالو، وأن لا يكون الإجابات ما يمكنش تكون فردية، الإجابات كتحتاج لواحد العمل جماعي وواحد التفكير ومجهود جماعي، لأن في الأخير نرتقي كلنا على حب الوطن. إذا كنا كنهضروا على نموذج تنموي، خصنا نكونوا قادرين أننا نهضروا على في القطاع في الجانب الاقتصادي، لأننا نكونوا مدافعين شرسين بشكل حقيقي على القطاع العام. هنا ما كنرفضوش هنا القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص ماشي هو اللي خصو يكون كيقود القطاع العام، بالعكس القطاع العام هو القائد وهو المحور، وعاد كيجي القطاع الخاص. ميمكنناش نهضروا على تطور بدون قطاع عام، لأن القطاع العام اش كيضمننا؟ كيضمننا تكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب، وكيضمننا أن المبدأ ديال أننا نحافظوا على أن كل ابن من أبناء المغرب على طول الخريطة، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، يكون مضمون له داك المبدأ ديال تكافؤ الفرص، وهادشي كيخلق لنا واحد التنافسية حقيقية ما بين الأجيال اللي كتكون صاعدة. ثالثا، إلا نظرنا على المستوى الاجتماعي واللي عطاتنا مجموعة من الحركات الاحتجاجية ومجموعة من الانفجارات كما كتسمى الانفجارات الاجتماعية في مجموعة من المناطق، خصنا نرجعوا للأسباب الحقيقية ديال الانفجارات. غنلقاو أولا أننا كاين واحد الضرب بشكل كبير للمدرسة العمومية، واحد الضرب بشكل مفرط للجامعة العمومية، يعني كاين واحد الهجوم على قطاع التعليم، واللي كيتجلى في آخر ما كنا كنلاحظو في المشكل ديال التعاقد، هو هجوم بشكل مباشر، هو هجوم أننا كنمشيو كنقضيو على الوظيفة العمومية، كنقضيو على المدرسة العمومية، وهذا الشيء كيخلق لنا أزمة في المستقبل ديال أن لا سواء بالنسبة للتلاميذ لا سواء بالنسبة للأساتذة، وهما جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي، وهذا غيطرح لنا إشكال كبير في المستقبل، ويطرح لنا إشكال كبير على المدرسة العمومية اللي كانت هي المنتج الحقيقي لمجموعة من السياسيين اللي كانوا في مجموعة من الأحزاب اللي كانت كتعتبر معارضة، أي أنها هي داك الخزان الحقيقي للسياسيين، الخزان الحقيقي للفاعلين المدنيين والفاعلين السياسيين اللي كيقودوا المجتمع المغربي في المستقبل. نرجعوا مثلا للقطاع ديال الصحة، كنلقاو أن مثلا جلات عرف مجموعة من الاحتجاجات، مجموعة من الإضرابات، وخاصة على المستوى ديال الطلبة، لأن كاين إشكال كانت ما يسمى بالخدمة الإجبارية، من بعد كان الإشكالات ديال أنهم ما كاينش العمل بالنسبة لهم، من بعد التخرج كيكون قليل، كاين عندهم إشكالات متعددة كيعرفها داك القطاع الصحي، وأيضا كاين إشكال كبير هو ظهور ما يسمى بالكليات الطب الخاصة، واللي يفتح واحد النقاش كبير. هنا كاين واحد الإشكال ديال ما يسمى بالخصوصة، هنا كنهضروا على النموذج التنموي لأعلى سلطة ديال البلاد كتهضر أنها فشل، ما خصنا نطرحوا شنو قالت أعلى سلطة في البلاد، شنو هو النموذج التنموي اللي فشل. بالنسبة لها كتهضر على النموذج التنموي ديال أن الدولة تكون متدخلة داخل النموذج التنموي، أي أنها كتفتح الباب للقطاع الخاص أنه يدخل كله، وأن الخصوصة تكون هي الخيار استراتيجي. وهذا واضح في الخطابات، لا سواء اللي كان ديال وزير الاتصال في تلك اللحظة، النضالات ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو النضال ديال طلبة الأطباء، كيقول لك أن مثلا التعاقد هو خيار استراتيجي للدولة، أن القطاع الخاص هو خيار استراتيجي للدولة في المجال الصحي. هنا كنهضروا على أن الدولة كتسير نحو الخصوصة ديال كل القطاعات العامة، وهنا غادي يكون عندنا انعكاس سلبي على المجتمع المغربي وعلى المواطن والمواطنات المغاربة. هنا غادي نزيدوا نعمقوا الفقر، وغنخليو أن الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، وغادي نخليو أن الطبقة المتوسطة ما غتبقاش وغادي تمحى فواحد الوحدة، وهذا غيخلق لنا واحد الفوارق طبقية جد كبيرة، واللي غيفرض في المستقبل واحد الانفجار اجتماعي اللي ما يمكنش أننا نحسبو العواقب ديالو، لأن أينما سيزداد الفقير فقرا ويزداد الغني غنيا سيصبح ما يسمى بحقد طبقي أكثر من ذاك النضال الطبقي، أو أكثر من ذاك النضال الديمقراطي، أو أكثر من أي نضال اللي كيكون عنده واحد
الجانب الانساني. لما نتحول الى حقد طبقي لا يمكن ان نعرف المآلات ديال داك النضالات. يعني هنا غيتطرى علينا اشكالات كبيره كيفاش نضبطوا وكيفاش تكون تلك الاحتجاجات غتكون عندها يكون عندها واحد الانعكاسات سلبيه على الاستقرار ديال الدوله المغربيه. اذا هنا خصنا نكونوا واضحين ان هناك واضحين كشكل في الحزب الاشتراكي الموحد ان دور القطاع الخاص هو دور تكميلي وليس هو الدور الاساسي، وان القطاع العام هو القائد هو القاطره هو اللي كيكون عنده واحد الاساس ديال هو الاساس ديال الدوله المغربيه. اما عطينا القطاع الخاص فغيكون عندنا فقط واحد الطرق ديال التكافؤ في الفرص، الطرق ديال المجانيه، الطرق ديال مجموعه من المكتسبات ديال الشعب المغربي. الا هضرنا على شو سميتو الابناك ولا المجال الاقتصادي كما اشرت، ان الابناك ستكون بشكل مباشر الدوله هي المسؤوله عليهم. لان ما يمكنناش اننا نهضروا على التطور بدون اقتصاد وطني ومجموعه من الامور بدون ان تكون الابناك تحت الوصايه ديال الدوله المغربيه. ان التامين على التغطيه الصحيه وكيكون بشكل متوفر لكل المواطنين والمواطنات لكل المواطنات. اننا نحافظوا على ما يسمى بالعداله الضريبيه، واللي شهدنا ان مع الحكومه ديال بن كيران وزوج الدائره العثمانيه ان ما كاينش داك الضريبه على رؤوس الاموال، وانا ملي كيتعوض من جيوب ديال الفقراء والمواطنين والبسطاء. وهذا هو واحد الاشكال كبير، انك طيح الدوله انت بازمه بسبب الديون اللي كتجيبها من البنك الدولي وبسبب الديون اللي كتجيبها من صندوق النقد الدولي، وتجي تقول لنا ان شكون غيرد هادشي كيردو المواطن البسيط. ودوك الناس ديال رؤوس الناس اللي عندهم رؤوس الاموال، الناس اللي عندهم الشركات ما كتاخذ منهم لا ضريبه لا والو، والمواطن البسيط هو اللي كتهبط عليه كل شيء، هو اللي كتخليه يعيش في ازمه، هو راه عايش في ازمه وكتزيد تخليه يعيش في ازمه. وفي الختام باش ما نطولش الوقت، انا نقول ان كشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد ان الخيار ديال النموذج النموي الجديد هو خيار لن يكون الا بخيار سياسي.